تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتوافقا على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لا سيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا. تناول الاتصال الأوضاع الراهنة في المنطقة ومستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها مصر، سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة ومنع توسعها ونزع فتيل العنف، أو على المسار الإنساني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع. في الأثناء، شدد الرئيس السيسي على ضرورة خفض التصعيد بقطاع غزة، فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، وتوافق الرئيس السيسي ووزيرة خارجية فرنسا بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع. وفي اجتماع آخر، بحث الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس محاور ومشروعات الهيئة وتحديث أسطولها البحرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية. وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية. وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني. وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد، فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع
على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26,000 سفينة، وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار. وقد شهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ونبقى مع التحركات المصرية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا رفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيرته الفرنسية، شدد شكري على ضرورة العمل على توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث أكدت على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة. وشددت على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير، كما أكدت على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة. كما أكد الوزير شكري أنه اتفق مع نظيرته الفرنسية على العمل لوقف دائرة العنف والتصعيد في غزة لمنع انزلاق المنطقة إلى تداعيات خطيرة. وأضاف شكري أنه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اتفقنا على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة لمسار التهدئة وفتح أفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة الآلاف المدنيين للخطر، وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في مختلف الأطر ذات الصلة مثل إطار مجموعة ميونخ. وأكدت لمعالي الوزيرة على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع. وأضافت الوزيرة أن فرنسا من الدول التي تدعم مصر في جهودها، مؤكدة أن بلادها ترحب بالمبادرة المصرية الداعية لعقد قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية. إذن إضافة إلى الحالة الطارئة حاليا، يجب إعادة فتح أفق سياسي حتى أو وخاصة في هذه الأوقات التي نرى فيها أن الوضع متطاير ومتقلب جدا. فرنسا سوف تعمل في هذا الاتجاه، وهذه مسؤولية كل المجتمع الدولي للعمل بهذا الاتجاه. ولهذا ترحب فرنسا بمبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بات ضرورة لا غنى عنها في ظل الوضع المؤسف والمأساوي الراهن. جاء ذلك خلال تلقي شكري اتصالا هاتفيا من نظيره السوري فيصل المقداد حول التصعيد الجاري في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. كما تلقى شكري اتصالا من نظيره الصيني وانغ يي حول الوضع المتأزم في قطاع غزة وسبل تنسيق جهود التهدئة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني داخل القطاع، حيث استعرض شكري الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر من أجل خفض التصعيد. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير للغاية يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة ممتدة الأثر والتداعيات. جاءت كلمة رئيس مجلس النواب خلال أعمال الاجتماع الافتراضي الطارئ لرؤساء برلمانات دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مصر استشعرت منذ لع الأزمة الحالية أنها ستكون شديدة الوطأة في الأبعاد والتداعيات وأنها ستمثل حلقة جديدة من حلقات العنف المفرط الذي مورس ويمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود عديدة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة حيث تستهدف مناطق متفرقة من القطاع. هذا وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى نحو 2808 فضلا عن ارتفاع عدد المصابين إلى 10950 وذلك منذ 7 أكتوبر الجاري. في المقابل ارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 1400 منذ 7 أكتوبر الجاري. هذا وأكدت سلطات الاحتلال أن من بين القتلى ما لا يقل عن 291 جنديا. يأتي ذلك بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 3968 بينهم المئات في حالة حرجة. هذا وأقر الجيش الإسرائيلي بوجود 199 إسرائيليا في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة لإجلاء سكان المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية. كان عدد كبير من السكان غادروا المنطقة بعدما أدى إطلاق النار المتكرر عبر الحدود في الأيام الأخيرة إلى مقتل أشخاص على جانبي الحدود وخشية من توسع التصعيد في غزة ليطال الجبهة الشمالية. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتهجير القسري للمواطنين خارج وطنهم وضرورة حماية المدنيين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع في رام الله مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند لبحث سبل التهدئة والإنهاء الفوري للعدوان الإسرائيلي. وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع من خلال فتح ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والطبية والأدوية وإعادة المياه والكهرباء.
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن إسرائيل تستهدف المدنيين، لافتا إلى أن الحصار الذي تقوم به الهدف منه هو القتل الجماعي والتشريد الجماعي. وحذر أشتية خلال اجتماع لمجلس الوزراء من الأمر العسكري الإسرائيلي الرامي إلى تهجير السكان من قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة. إسرائيل تستهدف المدنيين، هذا الحصار الهدف منه القتل الجماعي والتشريد الجماعي. أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11,000 جريح. هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا حيوانات بشرية كما يتبجح قادة الاحتلال. ولكن شعبنا لن يستسلم. يحذر مجلس الوزراء من الأمر العسكري الرامي لتهجير أهلنا في قطاع غزة وصناعة نكبة جديدة، ونؤكد أن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية. المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم. مطلوب من الأمم المتحدة على الأقل حماية موظفيها، حيث قتل أكثر من 30 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الإدارة الأمريكية تقدر جهود القيادة المصرية لتقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة. وأكد بلينكن أن واشنطن تعمل على منع اتساع نطاق الأزمة الراهنة أو امتدادها إلى مناطق أخرى، وضمان أمن وسلامة المدنيين بإبعاد دائرة الأذى عنهم وضمان المساعدات التي يحتاجونها، مضيفا أنه عقد محادثات هامة في المنطقة تبادل فيها الرؤى مع قادتها في هذا الشأن، تمت فيها إدانة العنف والتصعيد مع العمل على ضرورة إيجاد مخرج للأزمة. إلى هذا يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروعي قرارين بشأن التصعيد الراهن في قطاع غزة قدمته كل من روسيا والبرازيل. ويصوت المجلس على مشروع القرار الأول الذي قدمته روسيا، ويدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون معوقات، بينما يدعو مشروع القرار الثاني والذي تقدمت به البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر إلى إدانة الفصائل الفلسطينية، فضلا عن مطالبة السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي طالب سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى جنوبها، ويحتاج إصدار أي قرار لموافقة 9 من أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا دون استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين حق النقد. عقدت نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي المؤتمر الصحفي الأول للجنة رصد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. ورصدت اللجنة عددا من التجاوزات للإعلام الغربي خلال تغطيته للحرب على غزة وعمليات المقاومة، وكذلك أكدت على وجود ممارسات غير مهنية لوسائل الإعلام الغربي إلى جانب انحياز واضح للجانب الإسرائيلي وتقديم وجهة نظر واحدة. ما فيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مطلع وجود استجابة كبيرة وواسعة
لدعوة الرئيس السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية السبت المقبل. هذا ونفى مصدر مطلع ما تردد من أنباء حول التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات التي أرسلتها مصر وعدة دول عربية ومنظمات دولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. كما حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جرافيث، حذر من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفاذ كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء. من جهته قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع. أعلنت وزارة الصحة استعدادها للتعامل مع تداعيات الأزمة في قطاع غزة من خلال توفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وأكياس الدم والبلازما. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان مع وكلاء الوزارة ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. هذا واستمع وزير الصحة إلى عرض من رئيس هيئة الإسعاف عن خطة الهيئة للتعامل مع أي تطورات طبية بسبب تداعيات الأحداث. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة. وتواصل مستشفيات شمال سيناء رفع درجة الاستعداد وتفعيل إدارة الأزمات لاستقبال الحالات من قطاع غزة. وقامت الدولة بدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء بالكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الاستفادة من أطباء الجامعات المصرية، كما تم وقف أجازات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعداد في قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين. في تضامن شعبي واسع مع معاناة الأشقاء في قطاع غزة، تم تنظيم حملات للتبرع بالدم بمحافظات الجمهورية لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. جاءت الحملات تحت شعار كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت الجمعة الماضية في محافظات الجمهورية كافة. المبادرة دي بتستهدف بالأخص الطلاب. الحقيقة احنا انبهرنا بالرد الفعل الطلبة لما عرفوا ان في مبادرة زي كده لمساندة اخوانهم في فلسطين. من بدري جدا هم متواجدين، بصراحة مش ملحقين ان احنا ناخد اكياس. بفضل ربنا الحمد لله وصلنا دلوقتي ل 103 كيس ولسه في باقي الشباب بيتوافدوا. حابب اشكر طبعا الجامعة وانها وفرت لنا فرصة زي دي ان احنا نقدر نساعد اخواتنا في غزة وفلسطين وكده، فالحمد لله يعني قدرنا نتبرع. ديت مساهمة بسيطة يعني من الدولة ومننا. أخبار التاسعة لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبول يشارك غدا في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالصين ويوقع عددا من الاتفاقيات على هامشه. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غدا في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والمنعقد في بكين على مدار يومين نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعقد المنتدى تحت شعار التعاون على الجودة للحزام عالي الجودة للحزام والطريق معا من أجل التنمية المشتركة والازدهار. هذا ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال فعالية اليوم الثاني من المنتدى، كما سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.
هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق إطاري بشأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء في بكين. ويستهدف الاتفاق الإطاري تطوير مطار الغردقة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذا لتنمية قطاع السياحة والطيران في مصر، حيث يهدف ذلك المشروع إلى أن يكون امتدادا للمطار الحالي من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حجم الركاب المقترح. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة الصينية العاملة للهندسة المعمارية المحدودة. ويستهدف الاتفاق الإطاري الأول تشييد هنجر 9000 بمطار القاهرة الدولي، بينما يستهدف الاتفاق الإطاري الثاني تطوير مطار القاهرة الدولي بغرض إنشاء مطار محوري دولي لاحتواء معدلات الحركة الجوية المتزايدة في المنطقة، وكذلك تنمية قطاع السياحة والطيران في مصر. جاء ذلك على هامش حضور رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. تناول هذا الاتصال الأوضاع الإقليمية الراهنة والعملية العسكرية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنيا وإنسانيا. كما استعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر على المستويين الدولي والإقليمي من أجل دفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام. أكد وزير الخارجية سامح شكري انفتاح مصر الدائم على التنسيق بين مسار دول الجوار وكافة الأليات والجهود الأخرى لتسوية أزمات القارة الإفريقية. وخلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، رحب شكري بانعقاد اجتماع المبعوثين الخاصين لرئيس المفوضية في مصر، مثمنا أهميتها في التشاور بشكل موسع بشأن قضايا السلم والأمن في القارة. ومن جانبه أشاد فقيه بالتعاون والتشاور المستمرين مع مصر في قضايا الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بأولويات دول القارة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لم تعترض على إنهاء الصراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية، مؤكدا ضرورة أن تعلن كييف استعدادها لذلك. وأضاف الرئيس الروسي أن تورط كييف في الناتو والفشل في تنفيذ اتفاق مينسك 2 من أسباب تصعيد الصراع الأوكراني، مشددا على أن بلاده لم تعترض أبدا على التسوية سلميا. قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونيهاب إن قاذفة القنابل الاستراتيجية B-52 الأمريكية التي من المقرر أن تصل إلى سول خلال أيام تأتي في إطار ردع التهديدات الصاروخية والنووية من قبل كوريا الشمالية. وأضافت الوكالة أن وصول قاذفة القنابل الاستراتيجية B-52 يظهر التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز الرؤية المنتظمة لأصولها الاستراتيجية في المنطقة وسط تصاعد التوتر بشأن التهديد النووي المتزايد لبيونغ يانغ وخططها لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري مرة أخرى هذا الشهر بعد محاولتين فاشلتين هذا العام.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة المبدئية لأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. وضمت القائمة كل من المرشح عبد الفتاح السيسي الذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب 1,130,105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات، والمرشح فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية، والمرشح عبد السند يمامة الذي قدم 27 تزكية نيابية، والمرشح حازم عمر الذي قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68,071 نموذج تأييد. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدا من النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندى رئيس النقابة. وخلال اللقاء وجه رئيس الحملة الرسمية ومستشارها القانوني المستشار محمود فوزي الشكر للنقابة على جهودها في تنظيم فعاليات لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للرياضيين، مشيرا إلى أهمية النقابة ودورها حيث ترتبط الرياضة بالشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل وعماد الدولة وأساس قوتها. عقد بمقر حزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الهيكل التنظيمي للحملة الانتخابية لمؤسس ورئيس الحزب حازم عمر. يأتي هذا المؤتمر بعد إتمام عملية جمع التوكيلات اللازمة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وتضمن المؤتمر الإعلان عن البرنامج الرئاسي للمرشح مستعرضا أبرز القضايا والملامح ذات الاهتمام التي تقع على رأس أولويات أجندته الانتخابية. عقد مجلس النواب جلسة جديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين. وخلال الجلسة وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج في مجموعة. استمرارا لدوره التشريعي عقد مجلس النواب جلسة جديدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين. استهل المجلس جلسته العامة بمناقشة تقرير إحدى اللجان المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، فقدم عدد من النواب مقترحاتهم بشأنه. من حيث المبدأ الموافق عليه، حيث أنه يقدم بعض التيسيرات قانون الضريبة العامة وقانون الجمارك، ده من القوانين اللي بتمثل الإيرادات العامة للدولة، وبيراعي أيضا رعاية مصالح المصريين اللي هم مقيمين في الخارج. أيضا إطار تشريع منضبط متوازن بيضمن تحقيق استفادة. بيهدف هذا القانون المعروض إلى منح من لم يستفيد من المبادرة الخاصة بالسيارات مدة 3 أشهر لتحقيق رغبات المصريين اللي هم يعني بيطلبوا إن هم يستفيدوا من هذه المبادرة. وبعد مناقشات مطولة أعلن المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج في مجموعة. وفي جدول أعماله ناقش المجلس تقرير إحدى اللجان المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون في شأن سجل المستوردين، حيث استعرض النواب آراءهم تجاهه. لازم كنواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نسمن تلك الخطوة حقيقي ونوافق عليها وندعم كل القرارات الداعمة للاستثمار الحقيقي والجاذب على أرض جمهورية مصر العربية. أنا شايف سيادة الرئيس أن لازم نلص في هذا التعديل أن يقتصر السماح للأجانب باستيراد معدات ومستلزمات الإنتاج فقط، دون أن احنا نفتحها كده المستورد يستورد زي ما هو عايز.
ده هيأثر على الصناعة المصرية، ممكن جدا استورده سلع موجودة في مصانع قائمة. وبعد المناقشة أعلن رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن سجل المستوردين. وخلال الجلسة وافق المجلس على عدد من تقارير اللجان المشتركة، ومنها قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجة البحري لشركة سفاجة، إلى جانب تقرير عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا لعام 1968. وبعد المناقشات رفع المجلس جلسة للانعقاد في 29 من الشهر الجاري. هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاء مع عدد من نواب مجلس النواب الذي وافق نهائيا على تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وكذلك الموافقة على قرض خاص لتوسيع برنامج تكافل وكرامة. القانون السابق كان قد تم الانتهاء من الاستفادة منه بتاريخ 14 مايو 2023. كانت هناك مطالبات عديدة ومناشدات عديدة من المصريين في الخارج من خلال لقاءاتهم مع وزيرة الهجرة، من خلال التواصل مع الحكومة المصرية بضرورة مد القانون مرة أخرى والاستفادة منه. الحكومة تقدمت بمشروع قانون ما هو ما تم مناقشته اليوم بنفس الشروط بنفس المزايا بنفس الفوائد، هو مدة جديدة لمدة 3 أشهر. والقانون تضمن أيضا أنه من حق مجلس الوزراء تجديد المدة لمدة 3 أشهر مرة أخرى. تم بالفعل إعادة فتح الباب مرة أخرى لمدة 3 أشهر، أن فعلا تيسير على أي واحد عايش برا مصر أنه هو فعلا يبقى فيه سهولة فيه أنه هو ينزل بسيارة. وقد يكون هناك مطالبة بأن فعلا الدول العربية زي الدول الأوروبية أنه هو يبقى فيه أكثر تيسيرا على أي مواطن خارج مصر لوجود أي نوع من أنواع العملة الأجنبية. تكافل وكرامة يمكن هو من المبادرات القليلة اللي بتخدم قطاع كبير جدا من المواطنين، أكتر من 11 مليون مواطن مصري ما بينهم 75% نساء، وما بينهم أكتر من 1.5 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا 700,000 مسن. الحقيقة كل الفئات المشتركة هي فئات تحتاج الدعم وتحتاج كل السبل اللي توفر ليها كل التكافل بما يضمن لها حياة مليئة بالكرامة. في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة ذوي الهمم، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين استمرارا للتيسيرات التي تقدم لهم في جميع المواقع الشرطية وبخاصة الخدمية منها. دائما ما تقدم وزارة الداخلية الدعم لأصحاب الهمم في كل المناسبات ومشاركتهم كافة الاحتفالات. من هذا المنطلق شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت كافة قطاعات الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة بتقديم الدعم والمساعدة والتيسيرات لهم ومنحهم هدايا أدخلت الفرحة في نفوسهم. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احتفالية جميلة جدا بتنظمها وزارة الداخلية على مدار كام سنة فاتت، ودي انطلاق من مبادرة سيادة الرئيس رفقاء قادرون باختلاف، اللي اوصى فيها بان يكون في تعامل مع ذوي الهمم. اليوم ده بيبقى بمثابه عيد بالنسبه لهم لانهم بيرجعوا منه مبسوطين جدا، فانا سعيده النهارده بتواجدي معاهم وشكرا لوزاره الداخليه. شكرا. سعيد ان انا جيت هنا النهارده وجيت هنا عشان اتفسح في المكان الجميل دوت. انا مبسوط جدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرر من المكفوفين وخدونا في جولة نيلية، وأنا اتبسطت جدا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها،
ده انا قلبي حاسس بالامان بوجودي فيها. انا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلو اكون بينكم وليا وجود. انا النور اللي جوايا ينور ليكم. تنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات لمدارس المكفوفين بمختلف المحافظات ودور رعاية الأيتام المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء التي تمثل قيمة كبيرة لهم، فهي عيونهم التي يشاهدون بها ودلالة على الاعتماد على أنفسهم. بنشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي سلمته لنا النهاردة، وده دليل لخدمات الشرطة عن طريق برايل عشان يساعد الولاد لمعرفة أي حاجة هم محتاجينها من خدمات الشرطة، ودايما هم راعين ليهم ودايما سباقين بالخير لذوي الإعاقة. حابة أشكر رجال الشرطة على كل اللي بيقدموا لنا من هدايا وحفلات وغيره من الحاجات دي كتير، ودايما مسلطين الضوء علينا إحنا كذوي إعاقة بصرية. وأنا مبسوط جدا جدا إن هم جم هنا المدرسة، وأحب أقول لهم شكرا لكم. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. وقام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين بزيارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم. أنا سعيد جدا جدا إن أنا في هذا الملتقى بنبقى حاسين إن إحنا لدينا اهتمام، لدينا اهتمامات بيتم تلبيتها. سعداء جدا إن وزارة الداخلية كمان بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية في الاحتواء والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الداخلية سباقة من الوزارات الأولى اللي هي بتشارك ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا بتكاتف كل الجهات المعنية. النهاردة وزارة الداخلية ليها دور كبير في هذا الإطار، دور عظيم، دور ريادي بنفخر به. هي دي الدولة المصرية الكبيرة التي نحلم بها جميعا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة. أنا رسالة هكذا تعمل وزارة الداخلية باستمرار على تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الهمم في كافة المواقع الشرطية ومشاركتهم لاحتفالات مختلفة في إطار من احترام حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 21 من أكتوبر وحتى يوم الاثنين الموافق 6 من نوفمبر. لبيك اللهم لبيك. تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1445 هجرية 2024 ميلادية. التقديم اعتبارا من السبت 21 من أكتوبر 2023 حتى الاثنين 6 من نوفمبر 2023 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة،
أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقاً للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أخبار اقتصاد مع مصطفى نزار. مصطفى، شكرا محمد عبد الله، شكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة من التلفزيون المصري. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن توطين وزيادة قاعدة التصنيع المحلي للمعدات والمهمات البترولية اللازمة لأنشطة البترول والغاز يعد من الدعائم الرئيسية للانتهاء من المشروعات الاستراتيجية والحيوية والتي ينفذها قطاع البترول في التوقيتات المحددة. تصريحات الملا جاءت خلال تفقده لسير العمل بالورش المركزية لتصنيع المعدات الاستاتيكية بالقطامية والتابعة لشركة بتروجيت، ومتابعة واستعراض لنتائج تطوير ورش تصنيع المعدات الاستاتيكية لتعظيم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج. أضاف الملا أن قطاع البترول حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التقدم اللازم في تصنيع المكون المحلي اللازم لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية الجديدة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيلها تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحها وتشغيلها رسميا في منتصف يونيو الماضي. أشارت الهيئة في بيان رسمي لها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات. يمثل هذا الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويساهم في منع تكدس الحاويات بالموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت 3,900,000,000 جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 61 مليار جنيه، وارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 3.48% ليغلق عند مستوى 21,232 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 بما نسبته 51% ليغلق عند مستوى 3870 نقاط، وصعد مؤشر AGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنحسر نسبيا موجة صعود خلال الأيام الماضية في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات التصعيد في الأراضي المحتلة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% لتصل إلى $90.55 للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى $87.28 للبرميل. كان الخامان صعد بنحو 6% في آخر تداولاتهما الرسمية في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ إبريل الماضي.
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد عبد الله وليلى عمر. شكرا مصطفى. انطلقت فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي، وذلك في محافظة الأقصر. وخلال كلمات الافتتاحية أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض أن هناك تشابها في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والاستدامة المالية، وكذلك الاستثمار الأمثل لفوائد الأموال وتوسيع نطاق التغطية التأمينية. الوضع يدعو للتفاؤل، نحتاج تطوير أنظمتنا، واحنا حاليا يعني قاعد نحاول نحقق الاهداف المنشوده في تطوير وتعزيز انظمتنا. هو تواجد العربي اللي موجود في مصر، كذلك نتكلم اليوم عن اغلب المؤسسات في 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 مؤسسات لها كيان واحد، في مؤسسات متعدده الكيانات. احنا اليوم هدفنا ان نوحد التنظيمات نفسها ونتبادل المعلومات، خاصه في عصر العولمه حاليا التواصل سهل جدا، فنطمح مثل ما قلت نعزز المؤسسات الضمان الاجتماعي. ونتحول مع حضراتكم إلى متابعة لأخبار الكرة والملاعب. ومصطفى ميزار في الانتظار مرة أخرى، إليك مصطفى. من جديد شكرا ليلى وشكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة، ولكن هذه المرة في مجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثل مباراة المنتخب الوطني ونظير الجزائري في لقاء ودي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. تقدم حمدي فتحي بهدف للمنتخب الوطني قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للمنتخب الجزائري. تغلب المنتخب الوطني الأولمبي على نظير منتخب أوزباكستان بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ودي أقيم في العاصمة الأوزباكية طقشند، وتقدم منتخب أوزباكستان عن طريق ألشار أوذليوف قبل أن يسجل بلال مظهر هدف التعادل لمصر، ثم أحرز زياد فرج هدف الفوز للمنتخب الأولمبي. ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب التركي أردا جولر بصدد أن يصل مع ناديه ريال مدريد إلى الجاهزية البدنية التامة بنسبة 100% قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة. وأوضحت صحيفة أس الأسبانية أن جولر لم يعد يشعر بأي آلام، مشيرة إلى أن اللاعب التركي انضم إلى تدريبات ريال مدريد تدريجيا في هذا الأسبوع، وذلك بعد معاناته من إصابة في عضلة الفخذ اليسرى مر عليها 3 أسابيع كاملة. وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على إدراج 5 رياضات جديدة لأجندة دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس، وتكرر إدراج كل من الكراكت والبيسبول وكرة قدم العلم ولاكروس والسكواش، حيث أكدت اللجنة الأولمبية الدولية موافقاتها على إدراج هذه الرياضات، وأشارت إلى أن 2 فقط من المندوبين قام بالتصويت ضد إضافة الرياضات الخمس الجديدة. انطلقت فعاليات بطولة العالم للشطرنج للناشئين لأول مرة في مصر، والتي تستضيفها العاصمة والصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية في مدينة شرم الشيخ. البطولة تشهد مشاركة نحو 1350 لاعبا يمثلون 70 دولة على مستوى العالم، منهم 600 لاعب تحت 12 عام و700 مرافق من أولياء الأمور والمدربين ورؤساء الوفود.
الحمد لله البطولة منظمة بشكل جيد جدا وفي إقبال، والحمد لله أغلب وأقوى دول العالم مشاركة، عندنا روسيا، عندنا أوكرانيا، عندنا كل دول العالم مشاركة تقريبا، معظم دول أوروبا وأفريقيا وآسيا. لأول مرة دول 70 دولة من 5 قارات، حتى عندنا أستراليا، عندنا نيوزيلندا، وكل دول أوروبا وفي دول من أفريقيا وآسيا. الحمد لله تجمع عالمي كبير جدا. انتهت هذه الجولة الرياضية، ونعود لاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع محمد وليلى. شكرا لك مصطفى. انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمرويين الصحية التابعة لقصير جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وقد وقعت القافلة الكشف الطبي وقامت بصرف العلاج بالمجان لنحو 224 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء كشف مبكر عن الأمراض المزمنة لنحو 43 حالة. القافلة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية مع معمل تحاليل شامل كافة التحاليل ومركز أشعة لعمل الأشعة اللازمة، مع صيدلية فيها أكثر من 110 صنف تشمل كافة التحاليل والأدوية الصحية الموجودة في القافلة، وده لخدمة أهالينا في منطقة الحمراوين في إطار مبادرة حياة كريمة. بنقدم الخدمة الطبية مجاناً، عندنا أكثر من كذا تخصص، وإحنا كصيدلية بنصرف أكثر من 110 صنف بيخدم كل التخصصات الطبية. المريض بيقوم بالكشف، بعد كده بيعمل التحليل اللازمة ويجي يصرف عندنا العلاج كله بالمجان. أجريت كشف باطنة، خدمة ممتازة جدا، العلاج مجاني داخل الصيدلية، كافة التحاليل مجانية، قسم الإشعة يعمل على مدار دائم. بهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتفق مع بوتين على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة في قطاع غزة، ويطلع رئيس وزراء كندا على جهود مصر لاحتواء الأزمة. شكري يؤكد لنظيرته الفرنسية رفض مصر لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، والأخيرة تشيد بدور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة. إسرائيل تواصل غاراتها المكثفة على قطاع غزة، ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروعي قرارين بشأن التصعيد في القطاع.